جمال الجاسمي رئيس مصلحة الرياضة بجوهرة اف ام وصاحب البرنامج الرياضي الشهير جول. تبقى سؤال باش نطرحوه اليوم وقت اللي هو بشوية راهينا ينظر هو باش يمكننا جول ولا نحنا باش نمركيو جول لجمال الجاسمي. ضيفنا اليوم سي جمال الجاسمي، اهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام. كل مره وقت اللي نسمع فما منشط اذاعي ولا معلق اذاعي رياضي او جنرال تلقى عمل كارير سبورتيف، معناها داكورد الغرام يبدا يكون متوفر ويفهم في الكره. شكون قال لك ما عملتش؟ لكن يفهم فوالا نسمع هذا اللي حبيت نوصل. لعبت كره؟ لعبت كره في جمعيه مش معروفه نقولها مثالش اي مش برشلونه راهو جمعيه اسمها المستقبل الرياضي المستقبل الساحلي. لكن لعبت مع برشلونه راك ماخدمتش رمانيش هنا المستقبل الساحلي كانت مجموعه يعني فريق رياضي صغير كورت فيه. يهبط بالكسرونة يا مختار. لا ما نجمش هادي لازم يكون يكذبوا بربي ول لا ول احسن حاجة يقولوا خلينا نكمل احسن حاجة كان من المحارس هذيك هي لا سي بيزار انه كل مرة انت في تعدي في برنامج مباشر هذاك التليفون هذاك بتاعي تاعي انا ما عنديش ولا لا عندي ما عنديش هذاك عندي التليفون لافع لافع ايش عندك انت؟ ايش عندك؟ هات هنا لافع وين ماشيين؟ برشي يا لام هبط لي الريس هبط هبط الريس واحد يتحرك مخه فورون ريف 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 كلا فيه اه بتلوت اسمع كلا فيه تو سكر فمك تو تسكر عليه فمك سكر فمك تو تدور البطل الايطالي ما كانش ولا مخك فوري الايطالي كلا فيه سكر فمك تالي تالي ديريكت هبط يدك هبط يدك لوت هبط يدك لوت شنو هذا بورتابل بورتابل هذا نتاع التلفزه حط فيه مكتوبك حط فيه مكتوبك داخل فيه مكتوبك داخل وين ماشيين؟ ثاني سيك ثاني سيك نصور في التلفزة نصور معاه في برنامج مسلسل نصور معاه في برنامج التلفزة برنامج مسلسل ولا شنو؟ برنامج من علاش منوع 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 فاش يعمل هذا قاعد يصور بالكاميرا يصور فينا؟ شنو هذا؟ قاعد تصور قاعد تصور تصور نعطيك البس 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 تعرف تعوم تعرف تعوم نعرف هيا البس تحرك تعرف تعوم انت ما نعرفش نعوم ما نعرفش تو عومك هو مع بعضكم انا وين يعومني اخويا انا ويربحك عايش خويا يفضلك ايش تحرك ما تعطلنيش بالله فيسا 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 البس فيسا فيسا اسس شكون شكون كلم الحارس شكون كلم الحارس ناس كلكم ناس كلكم لوت 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 الحرس لوت لوت هنا 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 دور هنا انت طلبت الحرس ما طلبتش اخويا انا بحذاك انا بحذاك انا بحذاك انا بحذاك انا بحذاك انت طلبت الحرس هذه كلمناكم من غير اسمعني سايبه 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 اسمعني تحبوا تروحوا لاباس نروح لاباس باهي تو تطل على الحرس تقول له روح معنا شاي عاملين عيد ميلاد في البط اش الله يبارك اش باش تقول له عندنا عيد ميلاد في البط كان قال لك شنو الكرتوش قول له راه فوشي قول له فوشي هات قاع امشي رد بالك تسلك بكلمه ايش هنا فما شيء نعمل في عيد ميلاد قول له لاباس عاملين لاباس لاباس قول له برا على روحك برا على روحك اخوي برا على روحك قول له عاملين عيد ميلاد اه بشوف صحيح سايبها سايبها
سايبها يا ولدي، نحن ما نغروش باهي. اسمعنا، تعرف الباهي فيك شنو؟ كونك تسمع الكلام. اش تخدم انت؟ تغني؟ صحافي. صحافي؟ صحافي. وانت اش تخدم يا بنتي؟ استنى استنى، وانت اش تخدم؟ صحافية. معناها من تو بديتوا تمسكوا عليه، صحافي يشكي يسأل في صحافي. لا لا انا هي صحافية زي بدني نضيف في برنامج. يا لام يا لام، هذايا هز كركر غادي يلوح في البحر، خليه ياكل الحوت. خويا علاش؟ علاش علاش ياكل الحوت؟ علاش خويا؟ علاش علاش؟ خليه 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 علاش خليه خليه هاو قاعد ناخذ بخاطرك. هاي سيدي قلت لي صحافي يسأل في صحافي. معناها انا النجم حراق نعمل براكاج الحراق. ها توريت كيفاش تمسكوا عليا من توا؟ ودي مانيش مسكوا عليك اخويا، مانيش مسكوا عليك. كيفاش صحافي يسال في صحافي؟ توا كان جا صحافي يسال في مغني، والله يقول مغني انت؟ لا صحافي. صحافي وانت؟ اي خويا اعطينا البتو الصغير. سكر تسكر تسكر عليه فوق. اي لا قاعد اسمع. لا لا استنى استنى، هبطها لي هذه لوطه المقصوره. هبطها هبطها لوطه المقصوره. حاجتي بها حاجتك بيا. هبطها لوطه المقصوره. هبطها يا جماعه. استنى استنى اسمع، ايش فيك؟ ايش قالت هي؟ قول لي شنو قالت؟ شنو غلطتها؟ فيش غلطتها؟ لفعة ما تحبش تسكت. اسكت ماش تكلم. اسكت ماش تكلم. اسكت ماش تكلم. قول يا لفعة اسكت. اسكت يا لفعة ماش تكلم. فوال حس. يا جمال انا لفعة. ماكش لفعة ماكش لفعة. اسكت اسكت اسكت. مش لفعة. اسكت اسكت. مش لفعة. قلت لها اسكت. هاني قلت لها اسكت. قلت لها مش لفعة. لا لفعة اسكت. صحيح. باهي تو شنو الحل؟ عندك فلوس ولا ما عندكش؟ يا ودي كان عندي راني عطيتكم اللول. كيف؟ يا ودي كان عندي راني عطيتكم اللول. كيف؟ شنو هذا؟ جا البحر جا البحر جا. هذا هذا هاو الماكينة الماكينة نتاع الواحد. هذه هذه. هذه الماكينة نتاع الواحد. نلقاك فلوس نلقاها فلوس نتيري عليك تو. خاطر انت تكذب علي، قلت لي ناس في تونس ما نقولش فيك الحرف. يا خويا والله لا في بالي لا عندي فلوس. تفضل هزهم خذ كان عندي هز. لا الله الله والله لا في بالي لا عندي. تحب تهبطني لتونس؟ لا ودي ما نهبطكش لتونس. خذهم خذهم اخويا خذهم. قداش هذا؟ خذهم انا 100,000 خذهم. 100,000؟ 100,000. ايوه تفضل اخويا ها تفضل. صحيح. دم دم هاتوا نكملك على مربي. انا محكوم عليه ب 25 سنة هربت بعد الثورة. عديت عامين برك، مازالوا لي 23 سنة. باهي 23 سنة اخويا هذانا تستدعاني في البرنامج نتاعك في التلفزيون. في الإذاعة في الإذاعة في الإذاعة في الإذاعة. مش تاخذ التليفون. طرف الحرس. لا لا مش حرس والله. لا ولا تطلب ليش تطلب ليش تطلب؟ فك لها التليفون خليه عندك خليه عندك تليفون اخويا خليه عندك خليه عندك. لا 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 راجلي كلم ليا اخويا خليه عندك تليفون خليه عندك. هي عندي انا ما عادش تمس حتى شيء. اقعد ريض ما عادش تمس حتى شيء ما عادش تمس حتى شيء ما عادش تمس حتى شيء. تفضل. قلت لي تخدم في التلفزه في الاذاعه. عديني نعديك يا خويا نعديك يا دي والله نعديك. وتحكي مشاكلي كل نحكي لك مشاكل كل تحب حتى ما توريش وجهك ما توريش وجهك. وتقول لها مروح عمل لي براكاج في البطن. ما نقولهاش انا كرجال لرجال نحكي رجال مع بعض. باهي اخويا هات نجربوها تو كان عجبني نجي كان ما عجبنيش ما نجيش. تفضل شحال هاي هات سيدي هاي قبل كيفاش قال فيك راه باش نفرقعوا البطوره. ما تفرقعوش ما تفرقعوش ما تفرقعش خليك احكي لي اخويا كيفاش باش تسالني وكيفاش باش تقدمني وشنو باش تقول. خل نجربوه خل نجربوه. هاي اعطيني اسمك انا كيفاش نقول. اسم لطفي الاعمال بن محمد. هيا هاكا باش نقول. مرحبا مرحبا بكم. معنا سي لطفي العماري مواطن تونسي صارت له مشاكل في قبل الثوره محكوم عليه لكن من واجبنا انه نعاونوه نسمعوه يطرح المشكله نتاعه واذا كان يستحق الاعانه ان شاء الله الجهات المختصه. مجرم 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 ماهوش مجرم ماهوش مجرم. اسكت 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 اسكت. ماهوش مجرم ماهوش مجرم. اذا كان يستحق الاعانه ان شاء الله الجهات تعاون الناس كل تعاونوه ونعاونوا اللي كيف هو. والكلمه ليك خويا لطفي. الله يقول انا غلطت مره اظن العبد حكم عليا حق باطل. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا وهو المسؤولين يتفرجوا ان شاء الله يعاونوه. والله حتى عامل عمليه على وزني توا فاصلك انت. بحاول بحاول ليه 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 تلقى كان الاعانه وعندنا ثقه في ايه تو بعد هذا كل شيء باش نقول. انت طلبت طب باش نعاونك انا قلت لي اعطيني كيفاش نعاونك. باش تعاونني بالكلمتين هذا ما شنو تحب نعاونك يا اخي؟ تحب نعاونك؟ هاي الناس كلها لوط عليك. لا لا يا اخوي يا اخوي هاي البس البس تحب هاي هاي البس هاي هاي البس 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 استنى دقيقه دقيقه غادي اجوني غادي اجوني غادي بلاش حس برو غادي برو غادي بلاش حس امس بلاش حس. باهي اسمعني اسمعني اخوي العزيز. ايوه خوي ما لو باش تعاونني بثلاثه كلمات تقولهم في الراديو
نعاونك اكثر منك. في مخك ثم حاجه ما قلتهاش نعرفها انا. اللي هي هذا يزبد عليه سلاح في البط وقولوا للحاكم يجي يهدوا تو. اكثر ما قلتهاش انا. اخي تو عدني كيفاش باش نقول هذا هو جاني حار جاني وسالني وقلت له لا رانا ما عندنا شيء. ما خايف من هذا؟ هي ماني باش نخاف منه حتى ذاك البر. ها هو خذه انت. انا ما نخافش منه هذاك. انا في يدك السلاح. انت وليت متبركيني تو. واضح؟ انت مبركيني تو. عايز الحاكم يعني. يا ولدي شنو هاي باش نقتل روح انا تو ما نقتلش روح. سامحني خويا سامحني ماني شايف. عايز الحاكم عايز. عايز الحاكم هاكا زيد الفرق. عايز الحاكم خلي يجي يزن نسكن. عايز الحاكم. عايز الحاكم. عايز الحاكم. عايز الحاكم. قول له عامل وبر. عامل وبر. يا ودي هذيك ربي يا ودي هذيك ربي. عامل وبر. عامل وبر. اسمع فيه الولع على حسابك انت اسمع اورو في يدك السلاح ابد لا تخاف كوره مره اخرى الكتالونيه كوره البلاو جرانا الصمت الذي يسبق العاصفه الكل يتامل ينتظر في مرتقب الدقائق في كوره قادمه عن طريق البلاو جرانا البارسا في التيكي تاكا كوره ليو ميسي ميسي صعد جولاتو 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 دريم تيم ليو 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 والله مش ممكن على كرة الهدف. خممت مرة الأولى باش وقت اللي قرب لي حاجتين لكن أنا ما نجمش نعملها. قلت باش نشدو هكا الكراهينة واحدة صاحبه قرب لي من هكا باش ينزل عليا دونك نحيتو الاحتمال هذاك. الاحتمال الثالث والأخير واللي هو الأمل نتاعي باش نقول له تعم زين كلم أولادي ومرتي وكاو. أما أنا متغش عليك. اللي علاش؟ خاطر تقول لي لفعة. وكنت قال لي قول حاجه اخرى باش نقول برجولي. تابعوا غدوه حلقه جديده من الرهينه مع الفنان هشام سلام.